بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله هنكمل مع بعض النهاردة الجزء الثاني من الدرس الثاني من كتاب ميرسي. عندنا أول حاجة الوثيقة loisir.com. loisir ده اسم موقع، أوقات الفراغ .com. إيفو وحضرتك، كل أكتيفيتي إيميفو، يعني إيه الأنشطة أو حضراتكم إيه الأنشطة التي تحبونها. هنا بين وهو اللي بيتكلم بيقول ايه، ميز اكتيفيتي انشطتي. لو ديمانش متان، يوم الاحد صباحا. جي في دو فوتبول، امارس كرة القدم. افيك ميكو بان، مع زملائي. جيم بوكو فير دو ليسكالاد، احب كثيرا ممارسة التسلق. اي دو لا روندوني، والتنزل. سورتو اون ايتي، وخاصة بفصل الصيف. بارسكو الفي بو، لان الجو جميل. اي بارسكو لا جادور او لا دور لا مونتاني، لانني اعشق الجبل. هنا بوست اي يعني نشر هذا بتاريخ 15/1/23 الساعة 10:44 دقيقة. الشخصية الثانية دارين بتقول ايه بقى، دورمير يعني النوم. مو انا جيني سوي باسبورتيف، انا لست رياضية. يونيم بادي تو كورير، انا لو احب على الاطلاق الجري. جيبري فير دورمير، انا افضل النوم. ليفير فصل الشتاء. جي ريست دون مون لي، يعني انا اظل في السرير بتاعي. جولي دي رومان، اقرا روايات. دي ماجازين، مجلات. اي دي بي دي، وقصص مصوره. جي ريغارد دي فيلم، اشاهد افلام. سور ما تابلت، على التابلت بتاعي. جون امبا لا تلفزيون، انا لا احب التلفزيون. جي كوت اوسي، انا استمع ايضا دولا ميوزيك بوب، الى الموسيقى الصاخبة. بوستي نشر هذا يوم 19/1/23. الشخصية الثالثة اسمها لوسيل، مكتوب ايه بقى، بيتيت مان، الايد الصغيرة. اوبرانتون في فصل الربيع. جي في دو جاردناج، جاردناج يعني أنا أقوم بأعمال الحديقة. أفيك ميزنبان، مع أطفالي. بارسكو الإيم بيان جوي ديور، لأنهم يحبوا أن يلعبوا بالخارج. جيمبري كولي أفيك ميمان، يعني أنا أحب العبس بيدي. بارسكو سا دي تنت، لأن هذا يريحني. جي في دولا فوتوغرافي، يعني أنا أمارس التصوير. اي او سي دو سكراب بوكينج. بعد كده مون ماري زوجي كوزين، يطبخ. موا جي دي تيست سا، انا اكره ذلك. اي فو وانتم، كلي فوتر باسيون، ما هي هوايتك. بوستي يعني هنا نشر هذا بتاريخ 6/2/23. السؤال الاولاني بقى، Choisissez la réponse correcte. رقم واحد، ce document، هذه الوثيقة. M for M de discussion، يعني منتدى مناقشة. يبقى الإجابة رقم A الأولى. رقم اثنين، لوسيل إم فير، يعني تحب إيه، عمل إيه. طبعا دو جاردناج، أعمال الحديقة. رقم ثلاثة، أون إيتي في فصل الصيف. بنوا ام اللي تحب يروح فين، طبعا على مونتاني عشان يمارس تسلق الجبل. أربعة، هنا لا باسيون دو دارين، ايه يعني هنا هواية دارين تكون ايه يا ترى، لا لكتير القراءة. خمسة، دارين ايه، طبعا هنا بارسو، يعني ايه بارسو، يعني كسولة. ستة، لوسيل أو إكري سون كومنتير، يعني كتب التعليق بتاعها، قالت إن هو 6/2، يبقى عندنا رقم بي. الوثيقة الثانية هنا بتقول بقى، بيانفينو سور مون بلوك، مرحبا بكم على صفحتي. سالي أتوس، أهلا بالجميع. مو أنا سي بول دانييل، اسمي بول دانييل. دي سيت 17 عام.
جي بي أوليسي فيكتور هوجو. أنا أذهب إلى مدرسة فيكتور هوجو الثانوية. أستراسبورغ ده اسم المدينة اللي في المدرسة. دوما فامي في أسرتي أوني سانك بيرسون نحن خمسة أشخاص. ميبارون والدي ماسير ماري أختي ماري مون بيتي بير أخي الصغير روبرت إي موا بيانسير وأنا بالتأكيد. أوني إن فامي إيبار سبورتيف نحن عائلة رياضية جدا. مونبير جو بيان وفوتبول أبي يلعب جيد جدا كرة قدم. كوند إلي ليبر عندما يكون فاضي. مامير في ريجيوير مو دو تنس. والدتي تمارس بانتظام التنس. إلي لانترينيز دو ليكيب دو تنس يعني هي مدربة فريق التنس دو ستراسبورغ. ماسير إيتين ناجيز بروفيسيونيل أختي سباحة محترفة. إلي لا شامبيون دو فرانس دو بوا هي بطلة فرنسا مرتين اللي هي دو ميل فاندو ودو فانتروا. روبير أبروند أجوي أو فولي. أبروند هنا طبعا بيتعلم لعب كرة الطائرة. إلى إن كور سان كان ما زال عمره 5 سنوات. هو أنا جيجو في هاندبول أنا ألعب كرة اليد. جي مونترين تروا جور بارسومان أتدرب مرتين 3 مرات في الأسبوع. سامدي لوندي ميركوريدي سبت 2 4. أوفيتير بالمستقبل جيم إتربيروت يعني أنا أحب أن أكون طيار بور باركورير كل موند لكي ألف في العالم. إيفو وأنت كل سبورت بريفريفو إيه الرياضات اللي بتفضلها بول. شوازيسي لا ريبونس كوريكت. رقم أول حاجة أوفيتير في المستقبل بول سويت إتر يتمنى أن يكون إيه بيلوت طيار. هنا رقم 2 بول يعني عنده ايه طبعا امفرير ايه انسير اخ وايه واخ. 3 ماري في دو لا ناتاسيون فارس اللي هي الايه السباحه. 4 لوبير دو بول براتيك والد بول يمارس ايه انسبورت كلاسيك يعني رياضه كلاسيك اللي هي كرة القدم. 5 بول سانترين كلمة بول سانترين يعني يتدرب طبعا هذه ترواف وبات سومان يعني 3 مرات في الاسبوع. رقم 6 بول براتيكي سونس بول بريفيري لامير لكي تمارس رياضتها المفضلة. لامير بيزوان يا ترى محتاجة ايه طبعا أتبقينا دو راكت. الوثيقة الثالثة بقول إيه بقى سالي لسبورتيف إيه لسبورتيف أهلا بالرياضيين والرياضيات. موا سي ماري اسمي ماري جادور لسبورت إنديفيديوال أنا أعشق الرياضات الفردية. جي فيت دوسكي أنا أمارس التزلج على الجليد. دو لا ناتاسيون والسباحة اي دو لا جيمناستيك والجمباز. جيني بريفير بالي سبورت دو كومبات انا لا افضل رياضات القتالية. لو كاراتيه لو جودو او لا بوكس دي رياضات اللي هي مش بتحبها. سي بوزي مي لي سبورت لو انت تحب الرياضة جاتوند فو ميل انتظر الايميلات بتاعك. ماري ساليت الموند اهلا بالجميع. جي سوي باسيوني دو دي سبورت دي كيب يعني انا شغوف برياضات الفريق سورتو لو هاندبول وخاصة كرة اليد. جي براتيك سو سبور امارس هذه الرياضة او كليب دو كارتيير في نادي الحي بتاعي. جي مونترين تو لي جور انا اتدرب كل الايام توب لي ديمانش ما عدا يوم الاحد. جي باس دوزير أفدي ساعتين على انترينمو في التدريب. جي بريفير أوسي لو سيكليزم أفضل أيضا ركوب الدراجات مي انجروب ولكن في مجموعة جون.
ثلاث صليب. جابيت على كامباني. أنا أسكن بريف. أبيك ما بيتي فامي مع أسرتي الصغيرة. إيسي هنا يي مونتي أشيفال. أحب ركوب الخيل. أبيك ما سير ماري مع أختي ماري. يم فير دي بروميناد أبيلو. يعني أنا أحب أن أتنزه بالدراجة في تي تي اللي هي الجبلية دون لا فوري في الغابة. مي أفيك مي بوزان ولكن مع جيراني. لو ويك إند يوم العطلة جي ناج أنا أسبح دون لا ريفير في النهر أفيك مي بوزان مع أولاد العم. هنا دانييل. السؤال الأولاني بقى رقم واحد بور فير دو سيكليزم. ها لكي يمارس ركوب الدراجات جون أبيزوان طبعا محتاج ايه دو فيلو اللي هي دراجة. رقم اثنين دانييل في نقط افيك سي كوزان طبعا بيعمل ايه اللي هي دو سيكليزم. رقم ثلاثة جون سانترين نقط بار سومان بيتدرب قد ايه وقال كل الايام ما عدا يبقى عندي دلوقتي سيجور ست ايام عدهم واحد. أربعة ماري براتيك دي سبورت مارس رياضات ايه انديفيديال يعني فردية. خمسة جي بريفير لي سبورت كوليكتيف. جون بريفير لي سبورت كوليكتيف الرياضات الايه الجماعية. رقم ستة دانييل سيب رومانيا تنزه لا فوري بايه بيلو بالايه بيقدر. نيجي على الوثيقة الرابعة رافائيل نادال. رافائيل نادال إيتان جوير دو تنس هو لعب تنس إلي إسبانيول هو إسباني. سومبر سابيل سيباستيان والده يسمى سيباستيان إي سامير سابيل أنا ماريا والده تسمى أنا ماريا. إلا إنسير له أخت إلسابيل إيزابيل اسمها إيزابيل. سون أنترينير سابيل توني نادال المدرب بتاعه اسمه ايه توني نادال. رافائيل نادال ايني لوتروا جوان ولد يوم 3 يونيو 3/6/96 مانو كور دي اسم المدينة في اسبانيا. الابيت دون سيدفيل ويسكن في هذه المدينة افيك افامي مع اسرة بارسكو الام بي ان سابيل لانه يحب كثيرا مدينته. اليجراند هو طويل الميزير وهنا الطول بتاعه متر طبعا و80 سنتيمتر. الني باجرو هو ليس سمين. البيز ويزن اللي هي كاتربان سانك كيلو يزن 85 كيلو. الى ليشيفو بران شعره لونه بران قمحي. إلى ليزومارون وعيونه بني. إلي سوسيابل اجتماعي استوديو يعني منظم وملتزم. كوراجي شجاع سبورتيف ورياضي. الفي دو تنس يمارس التنس دي بويلاج دو كاتر ان وهو بسن 4 سنوات. الام او سي لو فوتبول إلي باسكت بول هو يحب أيضا كرة القدم وكرة السلة. الفي توجور دو فوتبول يمارس دائما كرة القدم ايدو باسكتبول افيك سيزامي مع اصحابه. تولي متان كل صباح الام فير دو لا كورس هنا يحب ممارسة كورس ابيض الجري. ايدو لا ناتاسيون والسباحة. الادور ناجي يعشق السباحة افيك سيكوزان مع اولاد العم. النيمبا لي ايكيتاسيون لا يحب الفروسية. اون ايتي في فصل الصيف كوند النابا دو تورنوا عندما لا يكون ليس عنده مسابقات. الفي سوفون دو ليسكالاد يعني هو يمارس غالبا تسلق الجبل افيك سيزامي مع اصحابه. رافائيل نادال اي ام او سي ليزانيمو يحب ايضا الحيوانات. مي النابا دانيمال شيلوي ولكن ليس عنده اي حيوان في منزله. سون انيمال بريفيري لوليون يعني حيوانه المفضل هو الاسد. الام ليكولير اورانج ايروج بيحب الالوان البرتقالي والاحمر.
سون بلا بريفيري الطبق المفضل اليه ايه؟ لوبواسون هو السمك. نيجي نشوف الاسئله رقم واحد. سيتان ريبورتاج سور الريبورتاج ده تقرير صابد عن ايه؟ طبعا جوار دو تنس. رقم اثنين رافائيل نادال نو سيبا ما بيعرفش ايه مونتي ا شيفال. بنيجي بعد كده رقم ثلاثة قم بلا كتب رافائيل نادال بريفير ايه؟ قال لي لو بواسون اللي هو الايه؟ السمك. أربعة قم سبورت اكستريم كرياضة خطيرة رافائيل نادال براتيك لسكالات تسلق الجبل. خمسة رافائيل نادال نيبا يعني ليس ايه؟ تميد ليس خجول. رقم ستة رافائيل نادال في دو لا ناتاسيون افيك سي كوزان. نيجي على الوثيقة اللي هي رقم خمسة دي خاصة بطلاب المعاهد الأزهرية. هنا بقول ايه؟ كيل سون لي كاركترستيك دو فوتر سبورت بريفيري ما هي خصائص رياضتك المفضلة؟ جوليان بيقول ايه؟ جي فيد دو الاسكالات امارس تسلق الجبل. سيتان سبور بيولون انها رياضة عنيفة. جي لو براتيك دو فوا بار موا يعني امارسها مرتان في الشهر. بور فير سبور لكي نمارس هذه الرياضة. جي مي انا البس ان كاسك خوزة بور بروتيجي لاتيت لكي تحمي الرأس. الميفو اوسي انكورد اي دي جان ويلزمني ايضا حبل وقفازات. سيسبورت سو باز امونتي يعني هذه الرياضة تعتمد على امونتي صعود لا مونتاني الجبل. جوسكو او سمي حتى القمة. مي اتونسيون ولكن انتبه اني فو با ايجاردي امبا لا يجب النظر الى الاسفل. الشخصية الثانية فينسنت والجي جو فوتبول انا العب كرة قدم. تيتان جودي كيب انها لعبة فريق. سيزبور سيجو او هذه الرياضة تلعب بالقدم. سون اوتيليزي لمن دون استخدام الايدي. السوبراتيك انها تمارس سيغ انتيران على ارض ملعب افيك ان بالون بايه؟ بكرة. انتر دو زيكيب بين فريقين. ان ايكيب سي كومبوز كل فريق يتكون من 11 جوير 11 لاعب. لوبجيكتيف دو شاك ايكيب الهدف بتاع كل فريق اي دو ماركي ان هو يحرز ان بيت هدف دون لو جول ادفيرس في مرمى الخصم. بور لو براتيكي علشان نمارس كرة القدم. المي فو ان بالون يلزمني كرة كبيرة ايدي باسكت وكوتشي. بعد كده سؤال صح وغلط. لو دوكومو ايتان فور ام سور ليسبورد يعني هو الوثيقة دي عبارة عن منتدى عن الرياضة. الإجابة بري صح. جوليان براتيك سونسبورد بريفيري على كامباني يعني جوليان يمارس رياضته المفضلة في الريف. الإجابة طبعا فو. ثلاثة بورجوي فوتبول اون ابيزوان دو بالون طبعا فري. أربعة جوليان في دو الاسكالاد دو فوا بار سومان يعني يمارس تسلق الجبل مرتين في الأسبوع. إجابة طبعا فو. خمسة لو فوتبول سي جو أ 11 جوير فري. فانسنت براتيك أنيسبور كوليكتيف إجابة برضو فري. اتنين دلوقتي على سؤال المواقف. طبعا بالنسبة للصف السلبي بنختار إجابة واحدة فقط. رقم واحد فوبرلي دي كاركترستيك دو كيت سيرف أنا بتحدث عن خصائص كيت سيرف اللي هو التزلج على الأمواج باستخدام طائرة. كيسكيبودي ماذا تقول؟ يا ترى السوبراتيك سور لامير هي دي طبعا الإجابة الصح. اتنين دون كلاس في الفصل دو بروفيسير أدريس أن أوردر يعني يتوجه بأمر لليف للتلميذ. كيسكيل دي هيقول له إيه؟ هيقول له إيه؟ رانج تا شامبر مونتر دون كاير تي كاميراد باس لو بالون
بي لا بي سي طبعا رقم سي. ثلاثة فو دي ماندي او جوير، انت تطلب من اللاعب او تساله كومبيان دي تو ايل ساندرين، كم من الوقت هو يتدرب اسكيل دي؟ هيقول لي هو عايز طبعا الايه الوقت، هيقول لي رقم دي جي باس دوزير الانترينمو، يعني اقضي ساعتين في التدريب. اربعه لو بروفيسور انتر دي اوزيلير، يعني المدرس يمنع الطلاب دو فير كلكشوز من عمل شيء ما. كيسكيل دي ماذا يقول لهم؟ اقول لهم رقم ا نيبر ليبا ان كلاس، لا تتحدثوا في الفصل. خمس لانترينير اكسبليك كومون اون غانيو لو ماتش، هنا المدرب يشرح كيف نفوز في المباراه. كيسكيل دي هيقول ايه؟ الفو اتر انديفيديال يجب ان تكون اناني، طبعا لا، ان فو با باسيلو بالو، لا، ان فو با سويبر لوبلان، طبعا الاجابه هتبقى الاخيره. الفو اجوال سبريد دي كيب يجب ان يكون بينكم روح الفريق. رقم ستة فودي ماندي ابو ترامي، انت تسال صديق او ايل ساندرين اين يتدرب؟ كاسكيل دي هيقول لك ايه؟ او جيمناز. رقم بي المجموعه الثانيه رقم واحد فوترامي سيمبور، صديقك يستعلم سيغ لا تينيو ايديال، عن اللبس المثالي دو جودو كيسكي بودي، هتقول له طبعا ان كيمونو بلان، يعني بدله اللي هي الكاراتيه او الجودو اللي هي لونها ابيض. اثنين فوبر ليدو فوتر سبور انديفيديال بريفيري، انت تتحدث عن رياضتك الفرديه التي تفضلها كيسكي بودي، طبعا فوتبول وباسكت وهاندبول دي رياضات جماعيه، يبقى ناخد رقم دي جي بي دو لا ناتاسيون. ثلاثة فو كونسيي ابو ترامي، تنصح صديقك دو فيد سبورت في ممارسة رياضة، كيسك بودي؟ أقول له إيه؟ فيد سبورت ريجيوليرمو، يعني مارس رياضة بانتظام، اللي هي الأولانية. أربعة فو بولي بروندر دي بوتو، أنت عايز تلتقط صور بور بوتر إيكيب لفريقك، كو ديت فو أن أمي، ماذا تقول لصديق؟ اقول له ايه؟ جي بوتون بالون، طبعا الاجابه لا، جي انكوراج ليفربول لا، دون موا تركت لا، ناخد الاخير رقم دي بريت موا كوم اباري بوتو. خمسه بور اكسبريمي، لكي تعبر لا بوسيسيون دان انستريمون دو سبور، لكي تعبر عن ملكيتك لاله رياضيه، كو ديت فو، هتقول ايه بقى؟ هتقول سي ما راكت، انه مضربي. سته فو كونسيي انا مي، انت تنصح صديق بور اتريم فور، لكي يكون في اللياقه البدنيه، كيسك بودي؟ اقول له ايه؟ الفو اللي على باتينوار، الفو براتيكي ان سبور، يجب ان تمارس رياضه، هي دي الاجابه الصح رقم بي. المجموعه الثالثه واحد ان امي سيمفورم، صديقك بيستعلم كل سبورت اون في على مونتاني، ايه الرياضه التي تمارس في الجبل؟ كيسك بودي؟ هتقول له ايه؟ رقم بي لسكالات. اثنين فوتر امي بوديمان، صديق يسالك سي كي لانترينير، من هو المدرب؟ كيسك بوديت؟ هتقول له ايه؟ يا ترى الديريج ان ايكيب يدير الفريق، المارك دي بوت يحرز اهداف، الكنترول الماتش يحكم المباراه، الدي بين دي لو جول يدافع عن المرمى، طبعا الاجابه الاولى اللي صح. ثلاثة فودوني ان كونسي، انت تعطي نصيحه ان فوتبالير الى لاعب كره قدم، كيسك بوديت؟ اقول له ايه؟ اقول له رقم بي ريسبكت لو بلان دي جو، احترم خطه اللاعب. اربعه لامير فودون دي كونسي، الام تعطيك نصائح بور يسير من اجل النجاح، كيسك دي؟ هتقول لك ايه؟ بوش تو اتارد، نام متاخر، ريجارد لا تلفزيون، طبعا لا، هنا ريفيز تي ليسون، هي رقم سي، يعني راجع دروس. خمسة فوبرلي دي تيب دي سبورت، انت تتحدث عن انواع الرياضه في فو بريفيري التي تفضلها، كيسك بوديت؟ الرياضه اللي انت بتفضلها اقول جي بريفير رقم دي لي سبورت كلاسيك. ستة بوردوني ان كونسي ا فوتر ايكيب، لكي تعطي نصيحه لفريقك، كيسك بوديت؟ هتقول ايه يا ترى؟
اقول له فوتبول اي ما باسيو ني غاني با جي انكوراج ها اقول لهم جو وي بيان العبوا جيدا الرقم دي المجموعه الرابعه فودي ماندي ابو ترامي انت تسال صديق سي جوت سبورتيف عمي يقولوا الرياضيه ال دي هيقول ايه جيتار طبعا لا اتسير مات هنا جي بي على كامباني اللي جاب رقم بي اثنين لانترينير دون ان كونسي اسي جوير المدرب يعطي نصيحه للعيبه ال دي هيقول لهم ايه جويي بيو اللي هي بيو مو يعني يلعبوا بعمق نص ويبقى طبعا ما تنفعش ليدور ميبا يقول لهم ريسبكت رقم سي يعني احترموا لي كونسي دو داربيت قرارات الحكم رقم ثلاثة فو ديماندي افوتر امي انت تسال صديق سي كوا ليسكالات ما هو تسلق الجبال ال دي هيقول سي تان اسبوت كستريم انها رياضه خطيره رقم بي اربعه فو فوز انفورمي تستعلم سيغ لي نمبر دي جوير عن عدد لاعبين اليكيب دو فوتبول في فريق كرة القدم هتقول ايه انت اللي بتستعلم يبقى نقول كده نقول كومبيان دو جوير اليا دي فال جول ها فوز اللي جوي كومبيان دو ماتش اليا كومبيان دو جوير اليكيب دو فوتبول هي رقم سي خمسة فوتر امي تروف فوتر ساك دو سبورت صديقك وجد حقيبتك الرياضية فوديت هتقول لي هتقول له سي مون ساك انها حقيبتي رقم ستة فوتر امي فو ديمان صديقك بيسألك سكو ليكيتاسيون فو دير يعني ما هي البروسية فوديت هتقول له ايه سيتين كورس ابيض سي تان سبورت دون لو رياضة في الماء سي تين كورس ا فيلو ولا سي تان كورس ا شيفار رقم دي سباق خيل المجموعة الخامسة واحد فو ديكريفي لو كاركتير دو فوتر انترينير انت تصف صفة مدربك كيسك فو ديت اقول اليه ها جانتي اللي هي الاولى اثنين فو ديماندي ا ان امي كومبيان دير يعني انت تسال صديق كم عدد الساعات السنترين اللي بيتدربها ال دي هيقول لك ايه بروازير بارجور لرقم دي ثلاثه فو اكسبليكي انت تشرح بوركوا فو ابورتي ان كورد لماذا انت تحضر حبل فو ديت هتقول بور ناجي عشان اعوم بور فيردو سيكليز اركب دراجه بور جو تنس بور فيردو الاسكالات رقم دي لكي امارس تسلق الجبل أربعة فوتر أمي فو ديمان صديقي يسألك ليز إكويبمو دو ليسكالات ما هي المعدات المطلوبة في تسلق الجبال فو ديت أقول له إيه يا ترى أقول له إن كورد إي أن كاسك اللي هي رقم سي قبل الخوزة خمسة فوتر أمي فو ديمان صديقي بيسألك بوركوا فو بورتي أن كي مونو لماذا أنت ترتدي كيمونو بدلة جودو فو ديت أقول بور فير دو جودو رقم بي ستة لو بروفيسور ديماند وزيليف المدرس يطلب من الطلبة دو فير اتونسيون ان ينتبهوا ال دي اقول لهم ايكوتي بيان لا ليسون رقم ا المجموعة الستة واحد فو اكسبليكي بوركوا فوزالي على باتينوار يعني انت تشرح لماذا تذهب الى ساحة التزلج اسكبو ديت اقول ايه بورفير دو باتيناج اللي هي الاولى رقم اثنين فو بريسيزي لي كاركتير دو لا ناتاسيون يعني انت تستحسن خصائص السباحه كيسك فو ديت اقول ايه سي تاني سبورت اكستريم رياضه خطيره رياضه فريق طبعا لا سي تاني سبورت نوتيك انها رياضه مائيه ثلاثه لانترينير دو باسكيت مدرب السله دون ان كونسي اسي جوير بيعطي نصيحه للعيبه اسكيل دي قول لهم ايه ها ناجي عمو طبعا لا ابورتي فو راكيت احضروا المضارب بتاعتكم هنا بورتي فو مايو دوبان البسوا لبس البحر جيتي لو بالو دو لو بانيير طبعا هنا هيقول لهم رقم دي إيه رقم اربعه فو دوني ان كونسي ان اميغرو انت تعطي نصيحه الى صديق سمين تخين يعني
كيس كو دي هتقول له ايه مانجو ترو دو دي سيب كل حلوه كتير ني با با الانتريمو لا تذهب الى التدريب في الديسبوت العب رياضه هي الرقم سي 5 ان اميبو انديك صديق يحدد لك او يشير لك فوتر سبور نوتيك بريفيري هنا بدل فوتر خلاها سون سبور نوتيك بريفيري اسكل دي الرياضه المائيه هيقول جيم بوكو لو دلتا بلين جي بريفير لو جودو جي بريفير لو كيتساب هي رقم بي رقم 6 فوز انفورمي سور لو ليو دو ستاد انت تستعلم عن مكان الاستاد كيسكو بوديت اقول ايه او سي تروف لو ستاد المجموعه السبعه فو فولي فير دو فيتيتي يعني انت تريد ان تمارس ركوب دراجات الاماكن الوعره كيس كوديت اقول ايه انا محتاج حبل جي دوا ابورتي ان بالون احضر كوره الفو ابوار ان بانيير طبعا الاخير رقم دي جي دوا اللي على مونتان يجب علي الذهاب الى الجبل فودي ماندي افوتر امي لو كونتينيو دو سات دو سبور يعني انت تسال صديق عن محتوى الشنطه الرياضيه كيسكل دي هو هيقول لك ايه دي ليفر ايه دي كاير كتب وكراسات سي دي اي طبعا ما تنفعش يبقى راكت ايه ان بول يعني مضرب وايه وكره رقم سي 3 فوتر امي سيمبور صديق يستعلم سيغ ليز اكويبمون عن المعدات دو لا دانس المطلوبه في الرقص كيسكل وديت اقول له ايه الفوق دي باليريني دي طبعا إذا خاص بهذه الرياضة 4 فودي مندي أبو ترامي تسأل صديق ليه كاركترستيك دو سكي عن خصائص تزلج التزلج على الجليد كيس كيل دي أقول لك إيه سو براتيك على مونتاني إنها تمارس في الجبل ودي الإجابة الصح 5 فو إن ترديزي أن أمي أنت تمنع صديق دورا كنتي دي بيتيز أن يحكي تفاهات كيسكو بوديت هتقول له ايه كونتينيو استمر ولا قريب توقف هي رقم بي 6 فودي ماندي ان امي انت تسال صديق دو فير ان ريجيم ان هو يعمل نظام غذائي يعمل ريجيم كيسكو بوديت اقول له ايه تو دي تيليسون ذاكر بروند ان تاكسي مانجي ان بودي تو يعني كل القليل من كل ايه شيء وبكده أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث انتهينا من شرح الفيديو بتاع النهاردة ويتمنى أن أنتم تكونوا استفدتم من هذا الفيديو واشتركوا في القناة لكي يصلكم بإذن الله كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.